معايا عبر الهاتف الان الكابتن احمد سامي. يا كابتن احمد مشرف ومنور، وبهنيك على نتيجه التعادل النهارده امام النادي الاهلي. الله يخليك يا كريم، الله يخليك، وحشني. وانت وحشني جدا جدا جدا، بس انا مقدر جدا حجم الصعوبات وحجم التعب اللي انت بتتعبه دايما في شغلك يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كريم، ربنا يخليك. النهارده انا في مقدمتي قبل ما تخش على طول كنت بقول صحيح الاهلي اهدر نقاط للمباراه الثانيه على التوالي، بس لازم ندي لسموحه حقه انه لاعب مباراه محترمه جدا تكتيكيا. كيف ادرت هذه المباراه امام النادي الاهلي، وما هي اهدافك كانت لهذه المباراه؟ هو الحمد لله يعني كان البدايه كانت مهمه بالنسبه للشوط الاولاني، يعني ناحيه التوازن. واللي ساعدنا برضو من كده اكتر ان الاهلي دخل الجيم متاخر. احنا قدرنا كنا يعني الشوط الاولاني يعني ايكوال مع النادي الاهلي، يعني كنا ضيعنا كام واحده والنادي الاهلي كنا محايدين بشكل كبير جدا. حتى الكور الثابته ما قدرش يستغلها، لان كنا عارفين التكتيك هو بيعمل كذا حاجه كذا شكل، يعني في التكتيك في الضربات الثابته كنا محافظين اللعيبه والحمد لله ادوها بشكل كويس. الشوط الثاني لعبنا جيم دفاعي صفر، وكنت انا يعني بنلعب على حته ان انا عايز بونت بس، يعني كانه لكن بشكل كبير قفلنا جبهتنا بالاهلي وخلي حيدناهم بعيد عن ال 18، لكن هو في نفس الوقت الاهلي عنده مقومات كبيره جدا. والماتش ده الماتش دفاعي صعب، لان كنت مرجع اللعيبه بشكل كبير جدا، يعني حوالي 9 وقت من قطع 10 في الكوره. ما كانش في مساحات، وكانت الحلول الفرديه كمان كنا بنعمل دبل بريس، يعني ما يبقاش مواقف واحد ضد واحد موجوده بشكل كبير في الملعب. ف قدرنا بشكل كبير الحمد لله، اللعيبه طلعوا رجاله وانا بشكرهم جدا، يعني الشكل الجماعي الدفاعي عملناه بشكل كويس. انت بتتكلم هي دي مش طريقتي، بس بعرف العب بيها يعني. صحيح مش طريقتي، لكن هو انت في الاهلي بتقابل فرقه كبيره وكواليتي عالي من اللعيبه، لعيبه اغلبيتها دوليه وجمهور كبير وراهم. فالحمد لله يعني تعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه لنادي سموحه. انت بتتكلم كابتن احمد 11 12 لاعب دخلوا على الفريق بشكل جديد، انت تقريبا معاك فرقه جديدة، حاسس ان انت قادر تاخدهم لقدام؟ حاسس ان النتائج بتتحسن؟ حاسس ان الفرقة بقت افضل، ولا لسه محتاج شوية وقت كمان لانسجام وخبرات اكبر للعب؟ لا يعني هو في الاخر يعني احنا السنة اللي فاتت الفرقة يعتبر بديناها وبنيناها من اول وجديد، واحنا بنطمع السنة دي ان شاء الله ناخد مركز كويس. يعني يبقى يعني مركز يليق بنادي سموحة. ممكن الاوقات السابقه كانت كنا بنلعب على الرابع والثالث، كانت في فرقه مبنيه فتره كنا شغالين بيها. حتى لما كان في قوام رئيسي للفرقه كنا بنمشي ناس ونجيب ناس، ما كانش بيضر بالهيكل الرئيسي. لكن طبعا احنا هدينا الفرقه وبنيناها من الاول يعني، وفي لعيبه صغيره يعني طارق علاء الباك رايت ده لعيب من قطاع الناشئين في نادي سموحه، ولعيب هايل وليه مستقبل كبير جدا الباك رايت. برضه مكرونه برضه من اللعيب الناشئين نادي سموحه، وبرضه ليه مستقبل كبير جدا. وميدو احنا جايبينه من اسوان، هو باك رايت اصلا، فانا بلعبه سيرد باك، فهو بيجيب في الحته دي. يعني احنا بنحاول بشكل كبير جدا نعمل هيكل جديد لنادي سموحه، بالاضافه لبعض التروس اللي ناقصه في شهر واحد هنقدر نجيبها ولا مش هنقدر، لسه بنشوف الدنيا. وفي الاخر نادي سموحه نادي كبير، والباشمهندس فرج يعني بيجتهد بشكل كبير جدا معايا عشان نعيد تاني نادي سموحه لمكانته اللي كان واخدها في الفتره السابقه يعني. صحيح. لكن طبعا ده بياخد وقت. صحيح. طيب كابتن احمد سامي، سالت الهاني سليمان قبل كده على موضوع اضاعه الوقت، وقال لي ان الكابتن احمد سامي فرق معايا جدا في مشواري وكان دايما بيمنعني بفكره اضاعه الوقت. النهارده مارس الكوره بعد المباراه اشتكى من اضاعه الوقت ليه لاعبي سموحه وتحديدا الهاني سليمان، هل كان في اي تعمد اضاعه الوقت النهارده ولا انت اتفرجت على الماتش كان في اضاعه وقت؟ هي انا شفت الكوره بس اللي كان واقع فيها الهاني سليمان، واقع فيها ده في الدقيقه في الوقت الضايع. في الوقت الضايع، وبعدين انا قلت الهاني يقوم بسرعه عشان لو متى يستكمل، حتى لو اتضرب يستحمل يقوم بسرعه عشان بس ما الحكم ما يزودش 3 4 دقائق. لكن هو الهاني سليمان احنا التكتيك بغض النظر عن ماتش الاهلي حطه على جنب، هو ده مش الشكل بتاعنا. صح. لكن هو في الاخر ده كل ماتش له ظروفه. واحنا اصلا من سماتنا كان يعني في الماتشات كلها
دلوقتي او قبل كده، ان دايما الناس بتعطل الهاني سليمان عشان ما يلعبش الكوره بسرعه، لان بنلعب المستجدات بسرعه جدا. صحيح. لا يعني الهاني سليمان ما بيضيعش وقت. صحيح. حاجه دلوقتي. صحيح. ان كان في تضييع وقت شرعي ده. صحيح. موجود في الكوره. بالمناسبه الهجمات المرتده، في كوره كانت في الشوط الاول للاسف انا مش فاكر في الدقيقه كام، وانا بتفرج على المباراه شفتك اتعصبت جدا على الخط، كان في هجمه المفروض تتنقل بسرعه لقدام ولاعب سموحه بدا يرجعها لورا ويبدا يبني من اول، شفتك بره وانت عمال تشاور لقدام لقدام لقدام، هل انت كنت بتفكر كده في الشوط الاول انك تخطف هدف؟ لا، ما هو الشوط الاول كان في توازن، احنا كنا مقسمين الماتش يعني، لكن الحمد لله يعني. يعني كانت فيها بعض الهجمات لو لبس جسمه ولعبها لقدام كانت هتبقى متنسل خطوره، لكن هو في الاخر هو في سيستم اداء اللعيبه بتنفذه، ممكن في بعض اللعيبه مش هو ده شكلها يعني مش هو ده يعني انا ما جبتوش عشان الشكل ده، لكن هو نفذ اللي انا عايزه. بس ايه اللي فرق المباراه دي عن مباراه الزمالك؟ لا، مباراه الزمالك ظروفها مختلف خالص. يعني مباراه الزمالك انت بتتكلم في اول دقيقه جول بغلطه غريبه جدا، نمره اتنين سرد باكين يتعوروا في وقت واحد، ما عنديش حد بره، لاعب ديفندر سرد باك اول مره يلعبها يحصل مشكله برضو. يعني ماتش الظروف، ونادي الزمالك يعني من ساعه الماتش ده ما عملش ماتش زيه، ده بالعكس ده هو اتغلب من ام بالماتش اللي بعده. اللي هي كانت ظروف استثنائيه جدا يعني. ظروف استثنائيه جدا، وده موجود في الكوره يعني، فرق كبيره جدا بتتغلب بالاربعه والخمسه. ومنتخبات كبيره جدا بتتغلب بالسبعه. صحيح. يعني ده موجود في الكوره يعني، بس هي ماتش، وكل ماتش وليه ظروفه. صحيح. طيب كابتن احمد، هل طلبت صلاح محسن في يناير؟ لا لا، ما طلبتش. لا، هو صلاح محسن مش معروض اصلا ان هو يطلع. بس يعني هو برضه الناس بس ايه يعني حته الاعلام بيجتهد. لكن هو ما تعرضش ان هو يطلع اصلا. صلاح محسن موجود في النادي الاهلي، ما تعرضش ان هو يطلع. ولا تعرض عليك ولا غيركم ولا بتتكلم على اسمه؟ هو كان في نقطه بس. اتفضل. النادي الاهلي خلص اعاراته. ملوش اعراض. هيبيع يا ما يبيعش. فاهم حضرتك؟ فاهمني؟ فاهم. فهي دي المشكله. بس بتبقى ليها صيغه يا كابتن احمد، اللي انا ببيع. ملهاش صيغه. هبيع واحط بند استعيد اللاعب بعد فتره لو اتباع. لا، دي مسائل قانونيه. بالظبط، هذا اللي اقصده يعني. مسائل قانونيه مشكوك فيها. اصلا يعني كمان. ده واضح يعني. واضح انك سالت. لا مش سألت، ده حاجة معروفة في اللوائح يعني. انت ما ممكن تعمل ورقة من بران، لكن مش ملزمة على النادي. ممكن ياخد اللعيب. صحيح. وبعد كده اقول لك ما اعرفكش بقى، خلاص. بالظبط عليك. صحيح. كابتن احمد سامي المدير الفني الرائع جدا لنادي السموحة، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. واحد من الناس اللي مثبتة رجلها في الكرة المصرية بقاله سنوات، مدرب رائع جدا في كل التجارب يعني.